مثل نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شوية تخفخون شما ما نزوقش الهضرة بزاف. أنا غيري زعما غيري بعد على الكاميرا الخفية. ما لا لا ما كانت تقنوش؟ لا للأسف. لأن أنا ملي كت إحنا ما عندناش لي شان بزاف. فين ما كتزابي كتشدي شي شان مغربية كتلقاي الغوت والصداع والمعيور وهذا واحد لا طونسيون كتلقايها. مي ملي نجي غنلقاها حتى في الكاميرا الخفيه اللي هي من المفروض انها تفوج عليا وتريحني، من المفروض ان لي مو غيدوز سوفت، منحش المفروض ان هذاك اللي عيطوا ليه يكون فعلا ما عارفش بان الكاميرا الخفيه. دونك انت اليوم كتشكي بان كيعرفوا انا من الناس اللي كيشكوا لي اني انا استدعيت للكاميرا الخفيه وعيطوا لي في التليفون هذي عام قالوا لي غنديروا معك الكاميرا الخفيه ورفضت. حيت الكاميرا الخفيه ما يمكنش نديروا الكاميرا. واش انا غنضحك على الناس؟ ضحك على المغاربه. قالوا لي غنعطوك هاد لاثوم وغديري معنا عفاك تجي تصوري معنا الكاميرا الخفيه. ما يمكنش انايا نمشي انا كتاسف انني كنقول هادشي، ولكن انا كنقول في هاد الوقت في هاد المستوى اللي وصلت ليه ما يمكنش نبقاو جالسين كنزوقوا في الهضره، لاني انا عندي غيره على التلفزه المغربيه وعندي غيره على بلادي. بغيت الحوايج يتقدموا او جو فو كون ايفولو. صافي بركه من نزوقوا في الهضره، بركه من نقادو، خاصنا نعريو على العيوب ديالنا ونقولوا لا بركه من نضحكوا على الناس.